حيث أعلنت وزارة البيئة أن المملكة تحقق قفزة في زراعة 400,000 شجرة بن بنهاية عام 2020 في 3 مناطق، وهي جازان والباحة وعسير. وهذا طبعا أمر مميز جدا، ويعتبر من أكبر أشكال دعم الاقتصاد الزراعي. يمكن لأول مرة أنا عن نفسي، وإذا ما كنت أنتم كمان حبايبنا المشاهدين، إن إحنا نعرف أنه عندنا مزارع كبيرة، مزارع نقدر نكون منتجين للبن، بما أننا شعب يحب القهوة كثير. نروح للخبر الآخر. هيئة الإحصاء وفي أحد منشوراتها أشارت إلى انخفاض معدل البطالة للسعوديات، حيث بلغ 21.2% خلال الربع الأول من هذا العام، مقابل 24.4% في الربع السابق، في ظل انخراط المرأة في سوق العمل بوظائف عديدة. اليوم مشكورة حكومتنا الغالية أنها هي هيئت الفرص الوظيفية وأوجدت البيئة المناسبة لتبدع فيها المرأة السعودية، سواء كانت في مجال الوظائف أو في مجال كونها قيادية تقود مراكز عليا طبعا في الوطن. والخبر الآخر، الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة ب 49 درجة مئوية، أما قمة السودة مستمرة في تسجيل أقل درجات الحرارة ب 16 درجة مئوية. يعني نقديش حلو التنوع البيئي وتنوع الأجواء اللي عندنا. يمكن المناطق الشمالية عندنا الآن يعني بما أنه نحن في الصيف بنشوف اللي عنده الوقت بيزوروا هذه المناطق المرتفعة، بما أنه الأجواء عندهم جميلة جدا، والجنوب أيضا. رسميا السعودية تصنف بالبلد الآمن من فيروس كورونا، بوقت اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على إضافة 11 دولة منها السعودية لقائمتها للدول التي ستسمح بالسفر منها لأسباب غير ضرورية مثل السياحة. ولله الحمد مملكتنا الغالية أثبتت دورها العظيم في مكافحة أو في تصدي جائحة كورونا. والخبر الآخر، نروح لعالم الكرة ولمحبي كرة القدم. عشاق كرة القدم صدموا أمس لما سمعوا خبر أنه بعد حوالي 7400 يوما من الالتزام بقميص برشلونة منذ 8 يناير عام 2001، ليونيل ميسي لم يعد لاعبا لبرشلونة، ولم يعد مرتبطا بأي عقد مع النادي للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية. في مثل يقول إذا دامت لك ما يعني إذا دامت لغيرك دامت لك، يعني بما معناه إذا ما كنت مخطئ في المثل، فهي هذه ديدن الحياة، يوم لك يوم عليك، يوم أنت تكون في مكان جدا عالي، مرة تكون ترجع لحياتك الطبيعية وتعيشها. ونروح أيضا لمنظمة الصحة العالمية، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء أن الصين نجحت في القضاء على الملاريا بعدما خاضت على مدى العقود السبع الماضية حربا ضد هذا المرض الذي ينقله الباعوض. وتعد الصين هي البلد الأربعون الذي يحصل على شهادة خلوه من الملاريا.